تختتم اليوم فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في نسخته 30 وسط إقبال جماهيري كبير، وتفاعل الجمهور مع الفنانين الذين قدموا عدة وصلات غنائية مميزة على مدار أسبوعين هما مدة المهرجان. للمزيد ينضم إلينا من المهرجان الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. إليك رامي. برحب بكم وبكل متابعينا من محكى القلعة، حيث يقام الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بإقامة حفل لساحر النغم الموسيقار عمر خيرت. هذا المهرجان الذي على طيلة 42 فعالية وأيضا ليلة ولوحة موسيقية فنية تظاهرة بحضور الجمهور، استطاع خلال هذه الأيام والليالي أن يجمع الكثير من نخب الفنانين من مصر والعالم العربي والعالم أجمع، وأيضا لقى استحسان وأيضا جذب لكثير من الجمهور بأسعار التذاكر مناسبة. وأيضا بدأ الجمهور في هذا اليوم الختامي الحضور منذ ساعات المساء الأولى، والجميع هنا حضر لحفل الختام والذي يقيمه الموسيقار عمر خيرت بمجموعة ونخبة من الألحان وأيضا من الموسيقات وأيضا من العزف المنفرد لهذا الفنان والمجموعة المشاركة من الفرق الموسيقية التي كانت تشارك طيلة أيام وفعاليات هذا المهرجان. أيضا التقينا بعدد من الجمهور وتحدثوا عن هذه الفعاليات وعن أن هذا المهرجان في دورته الثلاثين استطاع أن يجذب الكثير من الجمهور بأسعار مخفضة وأسعار مناسبة لكافة الفئات والأسر المصرية، وأيضا التواجد في هذا المكان المفتوح الأثري الذي يجمع بين التاريخ والحاضر بين الفن. هنا امتزجت اللوحة الفنية بين الموسيقى والغناء وأيضا التاريخ والحضارة. عودة إليكم مرة أخرى.